بعد 10 أعوام من التدخل العسكري لقوات التحالف الدولي في أفغانستان، بدأت قوات منظمة حلف شمال الأطلسي بتسليم المسؤوليات الأمنية في ولاية لغمان شرقي البلاد في إطار مرحلة أولى من عملية انتقالية تفضي إلى انسحاب كامل للقوات الأجنبية بنهاية عام 2014. نحظى بأقوى دعم عالمي. لا ينبغي لأحد أن يعتقد بأن العملية الانتقالية تعني تخلي العالم عنا. وتأتي العملية الانتقالية مع توقعات بأن تزيد حركة طالبان من شن الهجمات لإرباك الوضع. ففي مدينة لاشقارقة من محافظة هلمند شددت الشرطة الأفغانية من إجراءاتها الأمنية إثر مقتل 7 من أفرادها على يد مسلح عند حاجز للشرطة.